أنا أولفا جامي، تونسية الجنسية، مقيمة في دولة الكويت. بشتغل صحفية في قناة الصباح الأخبارية. الحفاظ على البيئة هو شيء مهم كثير في حياتنا، وبالنسبة إلي كصحفية في تلفزيون، بما أنه أنا بعرف أنه التلفزيون هو وسيلة تدخل كل البيوت وما تتطلبش وقت كثير انه توصل المسج. من ناحيتي انا بطريقه شخصيه، ان شاء الله بعد رمضان انا عندي برنامج، هو مش الكل على البيئه، بس برنامج صغير، برنامج فيه فقره صغيره عن البيئه. انا بحاول من خلاله اني امرر معلومه، بعطي الحلول كيف المواطن ممكن يحافظ على حياته من خلال محافظته على البيئه. لأنه لو أنا راح أحكي على المشاكل وأكبر يعني الكلمات، الانحباس الحراري وأسامي المنظمات وكله، المواطن مش راح يكمل يسمع البرنامج، أكيد راح يسكر وإلا يدور قناة أخرى. ولهذا أنا دايركت راح أعطي شو الحل. الحل بيكون بسيط، حتى لو أني بقول لهم في البحر بعد ما أنتم تكونوا جالسين حاولوا تشيلوا الفضلات اللي مع البحر. بس كمان في أشياء أخرى راح إن شاء الله راح نسوي بروجرام صغير، نفس هالبروجرام هذا راح نصير بروح للمدارس. أوكي، المدارس بنحكي مع الأطفال عن كيف إنهم في المدارس يعني الفضلات اللي عندهم. أنا على فكرة بهتم كثير بالمسألة الفضلات المنزلية وإلى الفضلات تاع إعادة الرسكلة. اوكي، راح توجه للمدارس، هيك مخطط راح نتوجه للمدارس وكيف نعلم التلاميذ بطريقه بسيطه كيف انك تحافظ على البيئه من خلال انك تلقي بالفضلات في مكان معين.